ده انت راجلي وحلم عمري اللي مكنتش اعرف احلمه ولا اعرف احققه. انا بدعي ربنا ليل ونهار ان افضل عايشه جنبك حتى لو خدامه تحت رجليك. مختار يا حبيبي، ما ينفعش اللي انت بتعمله في نفسك ده يا ابني. انت راجل مؤمن وموحد بالله. مش قادر. كل ما التفت حواليا بلاقيها لمست ايديها في كل حاجة، شامم ريحتها في كل نفس. حتى يا امي لما بغمض عينيا بشوفها وهي بتضحك. يا حبيبي الحزن مش هيرجعها، انت كده دعي لها بالرحمه واقرا لها الفاتحه. يلا حبيبي، في ناس كتير عايزين يعزوك. مش قادر يا امي، لا مش عايز اقابل حد، مش قادر اقابل حد، سيبيني لوحدي لو سمحتي. حبيبي ما يصحش كده، في ناس كتير عايزين يعزوك وجايين من اخر الدنيا، لا نعرفهم ولا هم يعرفوني. بعد في نواشي دي مصرة انها تعزيك. يلا يا حبيبي يلا. يلا يا حبيبي عشان تاخد عزا مراحتك، ما ينفعش كده. طب ما كانش عشان خاطري انا، عشان خاطر سماح مراحتك. اللي حصل يا نواشي؟ البقية في حياتك يا سيد الناس. حياتي؟ انا عامل ايه ببقية حياتي وسماح مش فيها؟ ربنا يصبرك يا اخويا، وقادر ربنا يجمعكوا في الجنة مع بعض ان شاء الله. مش قادر اتصور اللي حصل، زي ما يكون كابوس ومش قادر اصحى منه. لا حول ولا قوة الا بالله. لولا انك من ريحة المرحومة يا نواشي انا ما كنت نزلت ابدا. تعيش يا اخويا، ربنا وحده يعلم انتوا غاليين عندي قد ايه. تعيشي تعيشي يا نواشي. بقى في حياتك يا استاذ مختار؟ حياتك الباقي. سي مختار. ايوه نواشي. كنت عايزه اتكلم يا اخويا معاك في موضوع كده. خير؟ مش هينفع هنا، ممكن يعني نتكلم على جنب؟ وانا ناقص يا نواشي، لو عايزه فلوس ولا عايزه كام وخلصيني. لا يا اخويا فهمتني غلط، ده خيرك سابق، ده انت جمايلك مغطياني من ساز الراسي. امال الموضوع يا نواشي اللي عايزه تكلميني فيه؟ عايزه اتكلم معاك في موضوع يخصك. خير يا نواشي؟ اصلي عرفت ان مراتك التانية حامل. كان نفسي يتولد على ايدين سماح وهي اللي تربي، كان نفسي. حاسس ان الواد بقى يتيم الام من قبل ما يجي. مش كده مش كده يا سي مختار، ربنا يخلي له امه. كان نفسي ابني امه تبقى سماح. مش لو كان ابنك بجد؟ ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ قصدي يعني انت اتاكدت ان الولد اللي في بطنها ده يبقى ابنك؟ انت بتخرفي تقولي ايه وليه انت؟ بصراحه كده يا سي مختار فيه سر عندي وانا لازم اقوله لك. سر ايه؟ اصلا يا اخويا من ساعه ما سبت الخدمه عندكم الدنيا لطشت بيا، فاضطريت بقى ان انا اشتغل عند دكتوره قللت الذمه، يعني كانت بتعمل عمليات مش كويسه للستات. وانا داخل ايه بالكلام ده؟ اصل ايه؟ ما تتكلمي. اصل مراتك التانيه جت عندنا وكان معاها واحد. مراتي؟ عندكم واحد مين واسمه ايه؟ انا مش فاكره اسمه، لكن فاكره شكله كويس قوي. يومها الدكتوره ما رضتش تعمل لها العمليه لانها كانت حامل. حامل؟
عشان كده هو فتح علينا المطعم وخلى الدكتورة تعمل العملية بالعافية. عملية ايه؟ ترقيع. ترقيع ايه؟ ياسي مختار، دي حاجة كده تتفهم وهي طايرة. طبعا انت اتجوزتها وهي بنت بنوت مش كده؟ انت بنت متأكدة بالكلام اللي بتقوليه ده؟ ده لولا انك غالي عليا انا ما كنتش قلت حاجة زي دي ابدا، وما كنتش فتشت سرهم. دي مسؤولية عليا وانا لا يمكن اتبلى على حد في حاجة زي دي ابدا. بس دي كانت حامل، يعني دي انساب، يعني ابنها ده هيشيل اسمك وبعد عمر طويل هيورثك، وانا ما اقدرش اشوفك في البلوة دي وما اقولكش. في ايه مختار؟ ايه اللي حصل؟ اللي في بطنك ده ابن مين؟ ابن مين؟ ابنك انت طبعا. كدابة كدابة، انت كنت حامل في الواد ده قبل ما تتجوزيني. ايه اللي انت بتقوله ده؟ لو مكدباني اجيب لك نواشي. نواشي؟ نواشي مين دي؟ نواشي مين؟ نواشي اللي كان شغال عند الدكتورة اياها اللي عملتي عندها العملية يا فاكرة. طيب انت مين اللي كان معاك؟ مين ابو الواد ده؟ انطاي 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 رجب. رجب رغني وضحك عليا، ولما حصل اللي حصل غصب عليا اتجوزك. رجب سامحني، حتة عيلة زيك انت تستخفزنا انا؟ سامحني والله العظيم غصب عني، انا كنت بدور على اي حاجه عشان اخلص من المصيبه دي واستر على نفسي. استر على نفسك؟ انت شطانه. ابو سعيد ابو سعيد سامحني. انت طعنتيني بالسكينه في ظهري. ارجوك ارحمني ارحمني. انت اللي زيك ما تستاهلش الرحمه. انت طالق طالق. مختار ايه اللي بيحصل ده يا ابني؟ ان ما كنتش خايف عليها خاف على ابنك اللي ببطنها. مش ابني. مش ايه اللي في بطنها ده؟ مش ابني. امال ابني مين؟ ابن رجب. رجب يا دي العار، يا دي المصيبة. ايه؟ انا في كابوس؟ في ايه؟ ايه اللي بيحصل لنا ده؟ في ايه؟ خير، في مجموعة من المسجلين خطر تم القبض.